أيها الأحباب، قضى الله وقدر أن كل إنسان في هذه الحياة لا بد أن يقاس الصعاب، وقد خلقنا الله جل وعلا في كبد، بل وأقسم الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أقسم بالبلد ووالد وما ولد. أن الإنسان لا بد في الحياة أن يذوق القصص، ولا بد من الهم والغم، فما حلت إلا أو حلت. ولذلك الذي يبحث عن دار لا شقاء ولا عناء لا بد أن يبحث عن موقعها عند رب العالمين في جنات النعيم. هذه الدار شاء الله ألا يصفو فيها عيش، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. وبعضنا أيها الأحباب، الهموم والديون والأمراض والأسقام في الحياة يستقبلها وهو مبتسم، وهو منشرح الصدر، راض على قضاء الله، يعلم أن هذه هي الفانية وأن تلك هي الباقية، يعلم أنه ما خلق في الدنيا إلا ليمشي إلى الآخرة، وما غروب الشمس إلا لأن الدنيا سيغرب شمسها يوما من الأيام. اللي فاهم الدنيا كما يجب هو السعيد في الدنيا، أما الذي كلما ضاقت به ضجر وتذمر وزمجر واكفهر وارتفع الصوت، ودائما يتحدث عن الدنيا بأزماتها وهمومها ومصائبها، نقول: أنت قد أخطأت المسير. أنت في الدنيا لا يصفو في الدنيا مشرب، ولا يمكن أن تستقيم الحياة، لأن الله شاء للدنيا أن تلعن. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ومعظم المكروبين والمكتئبين والمغمومين ما فهموا الدنيا على حقيقتها. هذه الدار قال الله عنها أنها له ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر، وشبهها بالزرع الذي يعجبك خضاره ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ولذلك أيها الأحباب، أسعدنا وهو اللي فهم الدنيا على حقيقتها فاستعذب الآلام فيها. وانظر إلى حياة محمد عليه الصلاة والسلام، جاع فيها، ما سكن القصور، مات أبناؤه الستة قبله، ولم يبق من أبنائه إلا فاطمة رضي الله عنها، أخرج من وطنه، عذب أصحابه، قتل عمه، هاجر أصحابه، دنيا العناء كلها. لكن الحبيب كان في الدنيا منشرح الصدر، لأنه يعرف الدنيا وأن الله لا يرضاها أن تكون لأوليائه جزاء. نعم. ولذلك وهو على فراش الموت، عندما خير أن يمد في أجله أو أن ينتقل إلى لقاء ربه، قال: بل الرفيق الأعلى. شيب كثير من الناس، وأتاه الأمراض والاكتئاب، وكله من هموم الدنيا. يقول: يا شيخ، ديون وعيال ما يطيعون، وعلي وفينا أمراض وفينا. هذا حال الدنيا، فاحتسب آلامها حتى تلقى الله جل وعلا. عبد الله بن الإمام أحمد عندما رأى والده في عناء قال: أبتاه متى الراحة؟ قال: الراحة عندما نودع جسر جهنم خلف ظهورنا، ونستقبل ونخطو أول خطوة إلى جنات النعيم. الراحة هناك، واللي يبحث عن الراحة في غير لقاء الله وفي غير طاعة الله مسكين. نقول له: مسكين، الرقم غلط. ولذلك الدنيا لابد إذا حلت أنت، من الذي ما قبر غال؟ اليوم معنا من مات رحمه الله رحمة واسعة، رجل وامرأة، أسأل الله أن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنات، اللهم آمين. ذهبوا، وسيذهب الذين عزوهم، سنعزي أولئك، وسيعزى فينا بعد أعوام أو أيام أو ساعات. ما في دنيا كاملة، الموت سيلحق كل نعمة. وإذا ذكرت الموت تكدر كثير من صفو الحياة، ولا بد يتكدر، إلا عباد الله المتقين، فإنهم يحبون لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.
من منا لم يمرض؟ من منا ما فقد العافية؟ من اللي منا ما يأكل حبوب سكر بعد 40 و50 وكوليسترول وضغط وعيال عليه يقلقونه وزوجه تتغير أخلاقها وديون تلحقه وهموم وبدن يتعب وحزن يدخل؟ لابد أن تحتسب هذا كله، وإلا يا طول ليلك يا أبو فلان، ليل طويل ما فهمت الدنيا. الصحابة رضي الله عنهم علمهم الحبيب عليه الصلاة والسلام كيف يتعاملون مع الدنيا، أن يقتحموا العقبات في الدنيا بماذا؟ بفك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو أنهم يتواصون بالمرحمة أو يتواصون بالصبر. وهذا اللي يجعل العبد يسير إلى الله وهو هانئ ومطمئن النفس، أنه يعرف أن اللي يفقده في الدنيا ويحتسبه وهناك في الآخرة يجده عند الله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولذلك أحبابي دعوة إلى أن نفهم أن الله أقسم جل وعلا أن خلقنا في كبد. طيب لماذا يخلقنا في كبد؟ لماذا العناء؟ لماذا الهم؟ لماذا الجوع؟ لماذا الفقر؟ لماذا المرض؟ لماذا الموت؟ لماذا الآلام؟ حتى لا تركن يا عبد الله للفانية وتنسى الباقية، حتى لا تبقى هنا تحرث وتزرع وتعمر وتقض وناسنا الآخرة، حتى لا تنسى الله. أنساهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم. البعض منا شيبت لحيته وشيبت عيونه وكل همه يبني يعمر يحفر يصب يقض. يا مسلم أنت ستتركها بعد 100 عام من اليوم؟ ما واحد منا في المسجد موجود، واللي متجاوز 40 ما في أمل، ولا 30 قادمة ولا 70 قادمة ولا 40، والعلم عند الله، سنلقى الله. لذلك آلام الدنيا هي التي توصلك إلى جنان الجنة. يقول بعض السلف لولا مصائب الدنيا لقدمنا إلى الله مفاليس. لولا أن الله يصيب العبد في بدنه وفي ولده وفي ماله وفي من أحبه ويحتسبه ويصبر على الألم وعلى الحزن، وإلا ما الذي يوصلنا إلى الجنة؟ الجنة إذا دخلنا الجنة، أسأل الله أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، أن العبد إذا وصل إلى الجنة، إذا وصل إلى الجنة أحبابي دخلت الملائكة تبشره. وأكبر سبب أوصلك للجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. ولذلك أقول للمريض يلي تأخذ إبرة وتأخذ علاج، أو ذاك المريض الذي يقلبونه على الفراش، احتسب الآلام واحتسب الأنين واحتسب التعب واحتسب الحمى، فوالله إنها تكفر الذنب. بعض المرضى على سرير المرض من أعوام طوال ما ماتوا ولا هم مع الأحياء يدرجون. أتدرون لماذا؟ إن كانوا من المحتسبين لهم منازل عند الله في جنات النعيم لم يبلغوها بعد، إذا بلغوها قبض الله أرواحهم، وصار النوم على السرير هو أحد أسباب الثبات على الصراط يوم القيامة. نعم يا أيها المريض احتسب حبة المنظم وحبة الكوليسترول وحبة الضغط والأمراض التي تعتريك، احتسبها واحمد الله وابتسم وأنت تبتلع الحبوب وتخترق جسدك الإبر، احتسب وابتسم، فإن البلاء لا يزال بالعبد المؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. احتسب يا عبد الله من مات من أرحامك، أم، أب، ابن، بنت، زوجة، أبناء، أرحام، احتسبهم عند الله، فالدموع لا ترد غائبا، وكن صابرا، فإنما الصبر عند الصبر الصدمة الأولى. أمر الله ملائكته عندما قبض عبدا ابن عبد من عباده، قال أبنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. الحزن والبكاء والعويل واللطم وشج الرأس والصراخ والاعتراض لا يرد غائبا، فارضوا على قضاء الله. وأعظم عباد الله عملا وتقا هو الذي إذا أعطي حمد وإذا أخذ منه حمد، فليس لنا إلا قول الحمد لله رب العالمين. وأنت يا من افتقرت ولحيق بك الدين، إن الدين هم والهم مكفر للذنوب،
ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. اقضي دينك واستعن بربك، واعلم أن الهم الذي أقعدك وأتعبك لا يزيله التأوه ولا الاكتئاب. رأى الحبيب صحابيا قد أقعده هم الدين فقال: قم وقل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. واعلم أن هذه الهموم تكفر الذنوب، وأنت يا من لك أبناء والأبناء ما استقاموا على حال، وكل ما قلت شرق راحوا غرب، وكل ما قلت صلوا تعصوا عليك، وكل ما ذهبوا انتظرتهم على الباب، وكل ما تكلمت ارتفع صوتهم عليك، وكل ما دعوت لهم أعرضوا عنك. اصبر، فهذا باب من أبواب الجهاد، صبرك عليهم لعله هو الذي يصلحهم، وعسى أن تلتقي بهم على أبواب الجنة، وعسى أن يكون صبرك في تربية أبنائك أنه باب لكفارة ذنوبك، وأن تمشي على الأرض وليس عليك خطيئة. يا عبد الله، اعلم أن الله جل وعلا شاء الدنيا أن تكون دار ممر، شاء الدنيا أن تكون للأحزان، شاء الدنيا أن تكون علقما. والله لو تأخذ ورقة وقلم وتعدد الأيام اللي سعدت فيها وانشرح صدرك فيها، من 40 سنة ما تطلع 40 يوم، من 40 عام ما تستطيع تطلع 40 يوم. لماذا يا شيخ؟ لماذا دائما يا شيخ نضحك يوم ونحزن 10 حتى لا تنسى الآخرة؟ فيا عبد الله، اصنع من هذا القلب المتقلب، اصنعه مخبتا. يا ربي، لا لبيك لا عيش إلا عيشك. أجمل نظرة ليست في الدنيا أجمل نظرة، أجمل نظرة في الكون أن تنظر إلى الله يوم أن يدخلك الجنات. إذا فقدت شيئا من الدنيا قل: الملتقى الجنة. إذا أعجمك من قصور الدنيا شيء، لا عيش إلا عيش الآخرة. إذا أتتك الآلام ذكر نفسك: ليس في الجنة مرض، وليس في الجنة علة، وليس في الجنة بول ولا غائط ولا عرق ولا مخاط ولا هرم، بل ليس في الجنة موت. الموت يذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. واحذر أن تكون من عباد الدنيا. الأعوام تمضي بعد الأعوام، ونحمل الموتى على الأعناق ونحفر لهم القبور، وإذا فتح صدر أحدنا كل الذي في قلبه دنيا. الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب، ويدخل فقراء أهل الإيمان الجنة قبل الأغنياء 500 سنة. هذه الدار التي ما رضي الله أن تكون جزاء لمحمد عليه الصلاة والسلام، والله ما رضي الله أن تكون لمحمد عليه الصلاة والسلام. فلا تركن لها، ولا تكن تغبط الناس الذين يملكونها. اعمل وابني وتزوج، ولكن إياك أن تكون في قلبك، اجعلها في يديك. وتأمل قول الحبيب: تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. أسأل الله جل وعلا أن يختم بالسعادة آجالنا، وأن لا يقبض أرواحنا إلا وقد رضي عنا، وأن يغفر لموتانا، وأن يشفي مرضانا، وأن يعافي مبتلانا، وأن يجعل أخرانا خيرا من دنيانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.